73 73 74 75 76 77 80 81 82. انا رجعت ياك ما تصابوني مشيت جمهوري حكم. السلام عليكم، تحياتي جميع الخوت والخواتات مع عند موتو ستريت. نتمنى لكم الخير، مرحبا بكم ديما ديما الجديد. هذا الفيديو على قبل تيست رايد وعلى قبل توب سبيد ديال كوبر وينر اس 2021. كنت موعدكم الخوت على قبل باش نحطوا لها توب سبيد. غير للتذكير، الا بان لكم الكونتور كيلعب ولا شي حاجه، راه ماشي من الكونتور، من الكاميرا كنصور ب 60 فريم في الثانيه. يعني الا غن نوقف وغنوريكم التليفون باش كيصور، يعني هاد الضو كيبقى يلعب ملي كنحل العين ما كتشوفوش. المهم هادشي راه ديجا كنت فسرت لكم شحال من مره. غادي نحاول نشوفوا شي طواله ونحطوا توب سبيد ديالها. هذه هي كوبر وينر اس 2021، وبخصوص الموديل اللي دخل هاد 3 ايام سماوها الاس لاين، سماوها الاس لاين، يعني ما كاينش شي اختلاف فيها. انا غادي نوريكم حتى الاختلاف في الفيديو ديال هاد اس لاين اللي دخلت جديده شنو تزاد فيها. الشركه ديال كوبر غاده وديما غاده بواحد السرعه، يعني ديما جيب الجديد لا كونتيتي ديما، يعني باش تدخل للسوق في واحد الوقت قصير ما شاء الله، يعني خدموا لا كاليتي، خدموا بزاف الحوايج. احنا غادي نشوفوا هاد الوينر اس 2021، ومن بعد لا فيديو ديال توب سبيد التيست رايد ديالها، غادي نحط لكم الاس لاين الاخرى ديالها، اخر صيحات ديالها غنحطها لكم في الفيديو باش تشوفوها حتى هي. فوالا، اول ملاحظه وشحال مره كنقولها بلي الركبه في الكوبر وينر اس مريحه، يعني كتركب وانت مرتاح وعندك لاسيل عريضه، يعني كاينه في العرض عريضه وعاليه كيلعلو، يعني بالنسبه للناس اللي طوار راه غتجيو مخيره في السوقه ديالها. هادي اتفقنا عليها، يعني كتسوق بها نهار كامل وانت خدام بها ما كاينش مشكل، مسافه طويله ما تعيكش. الفراناج فيها ديسك القدام واللور بجوج، فيها الفراناج ديسك القدام واللور كما كتشوفوا كيفراني مزيان. تجي فيها الكاشما ولابي، لابي راه داروها تقصيره، انا ما طويلاش عير، انا محيده، راه كاينه قصيره يعني انا محيده، علاش ربما البرد يبقى يدفع يترسلك الكرون ولا شي حاجه، المهم انا محيدها، ما ماشي وقيتها باش نركبها. بالنسبه ثاني حويج، فيها موتيسور نورمال، فيها جوانت 17 17، لي بنو تشي بليس. بخصوص جوانت الاخرين هما هادو اللي عندي اللي خديت انا، زايده فيها البلاصه ديال التليفون، يعني الا كان انسان غادي وبغى يحط التليفون ديالو بحال هكا هنايا، ولكن ما ينساش الا كان غادي في الطريق باغي يشارجي الشارجور راهو هنا. مي الا كنتي واقف حي التليفون ما نصحكش تخليه. فوالا، الى بان لكم الكونتور كي كما قلت لكم راه كنصور ب 60 فريم في الثانيه بجو برو الويت، كتصور كاليتي راكم عارفين الخوت. ودابا غادي نحاولوا نشوفوا الماكسيموم شحال غتحط لنا في هذه الطواله هذه، نخليكم معايا في الفيديو. الا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو هذه، ما تنساش تابونا ودير لايك وتقول لنا الراي ديالك في اي دراجه كتعجبك. وبخصوص الرودستر بالنسبة ل 650 و 700 و 800 و 900 راه قريب ان شاء الله نبداو نديرو لي تيست رايد ولي فلوك بهم ان شاء الله. نبدلو شوية الجو، نبدلو باش ما نكونش ممل عليكم في القناة، باش ديما كيعجبني نجيب جديد حيت التكرير هواية المعطلين. بالنسبة هاد الفيديو راه الأغلبية اللي طلبوني عليها، ماكنتش غادي ندير تيست رايد ديالها حيت ديجا درتهم في الأول القدام. فوالا دوزيام 50 طلعت تروازيام 60، هاي 60 تروازيام 60 70 73 74 75 76 77 80 81 82. ما شاء الله، اللهم بارك فوق 83 ومازال باغا تشد الطريق، ولكن اللي حصل لحد الطريق راكم عارفين في كازا ما غاديش تقدر تجري. هذا الفيديو ما كنديروش باش تجري، وحنا كنديروه باش نعرفوا القوه ديال الماكينه ديالها شحال كتحط لينا.
فوالا الموطور كيف ما تشوفوا، انا اصلا الموطور عندي باقي ما كيضاربش حتى 1000، يعني 883 باقي ما كمل كاع الفيدون راه الروداج ديالو. بالنسبه للديبار فهاد الديبار مزيان، الطروازيام غاده بخير كما كتشوفوا، الروتروفيزور ديما تشوف فيها هاي 60 65، فوالا نتمنى يبان لكم في الكاميرا 70 72. يعني توب سبيد الخوت كتحط حتى 89 89 90، الا بقيت غادي في طويل طريق طويله وعمرت الموطور مزيان غيحطك حتى 90 92، يعني 90 91 92. انا عبرت الموطور مازال باغي يعطيه حتى 89. بالنسبه للكوبر وينر اس كما قلت لكم كتجي بلاصيل كبيره، كيجي فيها الماكينه دوبل اومبرياج في الطريق مخيره. بالنسبه للفراناج ديسك قدام اللور غادي نشوفوا الاس لاين هذه اللي دخلت اخر سيمانه اللي شفتوها. فما تنساوش لايك وبارطاجيو الخوت، بارطاجيو ومرحبا بكم في اي استفسار. بالنسبه للواتساب راه قليل فين كنكون حاط تليفون شادو في يدي، يعني التليفون كيبقى في البيرو، والاغلبيه كيكون عندي التليفون اللي فيه لابيل، يعني لابيل كتعيط وقت ما عيطتي من الصباح من 9 حتى ل 8 العشيه عيطوا مرحبا بكم، اللي بغى يعيط راه كيعيطوا لي الدراري ديما كنجاوبهم، عرفوا وقت 8 والفوق راه صافي كنبغي نرتاح. شنو ما نسيتش عاوتاني تفكروني الا نسيت لكم شي حاجه فكروني في الكومونتير. بالنسبه للاثمنه مؤخرا ديال الدراجات بداو كيتزادوا، يعني حساب لا ليفريزون باش كيوصلوا للمغرب من الشين والمغرب، ماشي على المطر على الثلاجات على الالكتروميناجي كله تزاد، بزاف المواد تزادوا. نتمنى لكم الخير ومرحبا بكم ديما ديما على الموتو ستريت، المحل ديال الموتو ستريت ديالكم كاين في الولفه الحاج فاتح، يعني هذا هو شارع الكليات اللي كيدينا المحل ديال الموتو ستريت. انا نمشيو ليه الخوت، ها هو المحل راهو نيشان، اي فوالا ها هو المحل ديال الموتو ستريت كما كتشوفوا. فوالا كما كتشوفوا كما قلت لكم من بعد تيستريد غادي نحط لكم الاس لاين، ها هي الاس لاين كما كتشوفوا الاس لاين كوبر، هذه السميه اللي تبدلت. وبالنسبه داروا هذا البوطون هذه هاد الشيء اللي فيها، يعني باقا هي جوانت جداد، يعني جوانت ديال هاد الاخرى جديده راه نفس الجوانت اللي فيها، بعكس ان الجوانت الاولين اللي كانوا الكرومي ما بقاوش كيجيبوهم ولاو كيجيبوا هاد الجوانت. هادي هي الاس لاين، نتمنى لكم الخير ومرحبا بكم، خليكم مع السينماتيك وتهلاو لي اخوتي فريوسكوم، وتسناو ديما ديما الجديد مع الموتو ستريت ان شاء الله بحول الله. نتمنى لكم الخير، الله يوفق اي واحد كيتمنى شي حاجه، تهلاو لي اخوتي فريوسكوم، نهاركم برو. From changing over in the moonlight, I can't kill this feeling sober, so it starts to come.